صباح الخير يا مامز. صباح النور. ايه ده؟ امال فين دليلة؟ انا استغربت قوي لما لقيت عربيتها مركونة برا، قلت اكيد مش هتيجي النهاردة عشان خاطر ملك. ما هي فعلا ما جاتش النهاردة، عربيتها مركونة من امبارح وتاكو هو اللي وصلها. الله، هو انت قاعدة على السقطة ولا طواقة ولا ايه؟ هو انا قلت ايه يعني؟ لا يا اختي ما قلتيش اي حاجة. انا بقى عايزة ابوسك. محمود اتبسط قوي امبارح من الاكل، وانا يا زيزي حسيت احساس لاول مره في حياتي بحسه، لدرجه اني ما اكلتش من كتر الانبساط. يا اختي يا بختك، ده انا بزعل باكل بفرح باكل. ده حتى سي فوزي لما جاب لي الاسوره دي قعدت اكل 2 كيلو مانجا. اه والله. ايه ده يا غدا؟ غدا انتي مش معانا خالص. لا ابدا، كنت براجع بس شويه شيتس وخلصتها خلاص. على فكرة احنا المفروض نزور ملك ونطمن عليها. دليلة كلمتني قالت لي خلاص ان هي هتخرج من المستشفى النهاردة. ايه رأيكم؟ ما تيجي نزورها في البيت. هلو. هاي. انا شكلي جيت في وقتي بقى. سامعاكم بتقولوا هتزوروا ملك. لا، منعت الزيارة، منعت. ليه يا حبيبتي؟ هي البنوتة حالتها خطر ولا حاجة؟ بعد الشر. الحمد لله. طيب يلا يا مامز، عايزين نبدأ بقى الاجتماع بتاعنا عشان نلحق نخلص بدري. يلا. ماشي. هسيبكم انا بقى اجتماعاتكم، لازم اقابل المدرسين عشان اتابع مستوى الولاد. باي. يا ريت تسيبينا. سلام. باي. هلو. يلا يا ملوكه، شويه شوربه كمان عشان خاطري. مش بحب الشوربه. هي فين مريم؟ انتي اللي مشيتيها المره دي مش كده؟ لا يا حبيبة قلبي، هي كانت مضايقة شوية، قالت هتمشي وهتيجي تاني على طول. وإيه اللي كان مضايقها؟ ملوكة يا حبيبة قلبي، أنت تعبانة دلوقتي مش وقت الكلام ده، لما تبقي كويسة هنتكلم. وعموما أنا بعتت امبارح لمريومة وقلت لها إن أنت عملتي عملية، وهي أول ما هتشوف المسج هتجيلك على طول، أنا متأكدة. اتفضل. ألو. أي. ألف حمد لله على سلامتك يا ملوكة يا قمر. انت عارفة مروان دلوقتي في السكول، بس انا وهو اتفقنا ان انت اول ما تروح البيت انا هجيبه لك عشان تقعدوا تلعبوا مع بعض وتنبسطوا لغاية ما تخفي خالص وتبقي كويسة. شكرا يا انكل. العفو يا حبيبة قلبي. كنت عايز مفتاح عشان اودي العربية عند البيت، وقبل ما تجهزوا وتخلصوا كل حاجة اكون رجعت عشان اوصلكم. لا طبعا، عربية ايه وبيت ايه؟ كفاية اللي انت عملته معايا من امبارح. لا مش هتعبك معايا اكتر من كده. ده ايه الجو ده وتعبتك قوي؟ انت نسيتي زيح ولا ايه؟ هات المفتاح. هات المفتاح يا ماما. يلا. انت قلبك اسود على فكره. مامي كيوت قوي. سلام. يلا قومي العب معايا. دور يا حمزه، مش عايزه العب دلوقتي. انا عارف انك زعلان على ملك، بس هي تبقى كويسه. تعملت عمليه الزايده دي حاجه عبيطه قوي. انت عارف الزايده اصلا؟ ما بتقول لنا اشيل له حاجات الزايده اللي في الدولاب عشان تفرقها. يمكن الزايدة دي حاجة مش محتاجها أصلا. والله هتبقى كويس. يلا بقى نلعب. يلا بقى. مش ده تاكو اللي بيركب عربية دليلة؟ صدقي هو؟ عادي يا جماعة، أكيد طلبت مساعدته يودي لها العربية، ما تكبرهاش كده الناس لبعضها. لا والله. يلا. يا تاكو. بس لا. يا تاكو. أنا خلصت كل الإجراءات خلاص. يلا بقى عشان أوصلكوا. لا مفيش داعي، ما تتعبش نفسك، انا هوصلهم. يعني كفايه ان انت وديت العربيه لحد البيت. مفيش مشاكل خالص ولا في اي تعب. يلا بينا. يلا. يعني ايه يا دليله بنتي تعمل عمليه وانا اخر واحد يعرف؟ الحمد لله على السلامه يا حسام. بالراحه على البنت. هو الموضوع بس حصل بسرعه جدا وانت كنت طبعا. ومين بقى البيه؟ هو ده وقته؟ يعني بنتك عامله عمليه ودي طريقه كلام وده اسلوب؟ يلا يا مروه.
تشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.